لو الحكاية فيها إن فيدي حكمة قالت لك وقصيت هي حكمة هي الحكمة بقول اعمل آخرتك كأنك تموت غدا واعمل آخرتك كأنك تعيش أبدا. أنت ماشي بالحكمة دي؟ أنت ماشي بيها؟ والله الواحد على قد ما بيقدر عشان ما تضحكش عليك. ما أنت عارفة أنت بص في حاجات كده بتبقى غصب عنك بتبقى حاجات لا إرادية فهماني؟ فالواحد بقدر الإمكان يعمل إن هو حاجات إنه يعمل لأن ربنا ما يغضبش عشان ما يغضبش منه ويعمل هو إن الأصلح إنه على قد ما بيقدر يعمل الأصلح إن هو ما يأذيش حد ما يضرش حد بقدر الإمكان. وانت عارف ان احنا بدينا تلاهي ودينا كلها غلطات ما فيش حد معصوم من الخطأ. المستوى بتاعي عادي ان الدنيا حاليا في ازمات كتيره في البلد واهلنا بيمروا بكذا ازمه مختلفه وبلاءات كتير الدنيا دار بلاء ما تكونش وربنا ربنا بيدي كل اسره بلاء معين وعليها تستحمله ما تبقاش انت البلاء اللي على اهلك. بصراحه يعني اللي اتقالتلي اثرت فيا قوي الباب اللي جيلك منه ريح خد واختار يعني ماشيه بيها يعني يعني الى حد ما. والله حضرتك والدي قال لي حاجه وانا صغير كده قال لي ما ضاع حقهم ووراهم ضل فدي يعني حصلت لي كمان لما كبرت بقى حسيت قيمتها؟ يعني فضلت ورا حاجه حصلت لي وفضلت وراها لحد ما الحمد لله رجعت تاني. اعمل اللي نفسك عايش ابدا واعمل اللي نفسك الدنيا هي الممر والاخره هي المستقر فخذوا من ممركم الى مستقركم وكلوا نفس زائده صح مش كده برضو واعتصموا بحبل الله جميعا بآية جميلة حكمة من عند رب السماوات والارض صح وانت نصر الله ينصرك ويثبت قدمك دلوقتي الناس ما فيش عندها حكم نصر الله فانساهم انفسهم تك الشر من احسنك حضرتك مؤمن بيها؟ مؤمن بيها طبعا المؤمن دايما مصاب حضرتك مؤمن بيها؟ في حاجات كتير قوي بتحصل لي ورا بعض يعني حكمة قائلة الوقت كسيف ان لم تقطعه قطع يعني فعلا الوقت هو راس مال الانسان يعني هو اهم حاجه يملكها الانسان او راس ماله الحقيقي هو الوقت الانسان عباره عن وقت اصلا يعني الانسان عمره ده محسوب عليه ليه او عليه فاكر يا شباب حضرتك مؤمن بيها او ماشي بيها؟ أكيد طبعاً. فيديو